بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات المرحلة الثانوية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة مستر أشرف مرسي تشانل، وحلقة جديدة من حلقات رايتنج سكيلز. وقبل أن نبدأ حلقة اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. على بركة الله نبدأ حلقة اليوم، وهي عن الجزء الأول لعلامات الترقيم، درس جميل قوي اللي هو درس البنك التويشن. عزيز الطالب، عزيزات الطالبة، لن يخلو امتحان آخر العام من أسئلة على البنك التويشن أو علامات الترقيم. السؤال المطروح دلوقتي بيقول: ما هو المقصود بالبنك التويشن؟ يا ترى يا هل ترى ما هو المقصود بالبنك التويشن؟ بنك التويشن is a system of symbols that we use in written language. بنك التويشن is a system of symbols. يبقى البنك التويشن هو نظام من الرموز that we use نستخدمه in written language في اللغة المكتوبة. اللغة المكتوبة لو الجملة مكتوبة قصادي ومش محطوط لها علامات ترقيم صح، أضرب لخمة، ممكن أضرب لخمة وترجمتها في ترجمة الجملة اللي فيها بنك التويشن بتساعدني على قراءة الجملة، بتساعدني على الفكر. المثال التوضيحي اللي هيطلع قدامكم على الشاشة هيثبت إن الترقيم هو نظام من الرموز في لغة مكتوبة. يا ترى يا هل ترى المثال بيقول إيه؟ طلع قصادك بيرقص على الشاشة أهو كلمة أومن، جاي وراها كلمة وزوت، جاي وراها هير، طلع معها كلمة مان، وبعدين كلمة إز، وبعدين كلمة نصن. ومتعمد أقول المثال بالطريقة دي، ما بقراش الجملة كاملة. الجملة اللي قدامك دي تم وضعها على ثبورة وطلب وضع علامات ترقيم لهذه الجملة. الجملة اللي قدامك دي تم وضعها على سبورة وطلب وضع علامات ترقيم لهذه الجملة. الطلبة الذكور وضعوا علامات الترقيم كالتالي. الطلبة الذكور وضعوا علامات الترقيم كالتالي: كتبوا كلمة أومن، وجابوا وراها مباشرة كومة، وجابوا وراها مباشرة كومة، وبعدين كلمة وزوت هرمان حطوها على بعضها، وبعدين حطوا كلمة وزوت هرمان حطوها على بعضها، وحطوا وراها كومة، وبعدين is nothing، وبعدين is nothing، وبعدين is nothing، وفخر الجملة حطوا بنك التويشن. فبقت الجملة تقرأ كالتالي: أومن، وبعدين وزوت هرمان is nothing. وتصبح ترجمة الجملة: أومن المرأة، وزوت هرمان بدون رجلها، بدون رجلها is nothing لا تساوي شيء، is nothing لا تساوي شيء. ده الحل ده كان من وجهة نظر محمود. يا ابو حنفي يا محمود، طبل ونرقص على العود. فمحمود شايف ان الجملة أومن وبعدين قمة وبعدين وزوت هرمان وبعدين قمة وبعدين is nothing، يعني أومن وزوت هرمان is nothing، المرأة بدون رجلها لا تساوي شيئا. الله الله الله. أما الطالبات الإناث
ردوا عليه وقالوا له لأ، وألف لأ. ردوا الطلبة أو الطالبات الإناث، ردت الطالبات الإناث على محمود وقالوا له لأ وألف لأ، إحنا هنحط على باب ترقيم غير اللي أنت حطتها يا محمود. الله الله الله، سلام عليك يا بنت يا آلاء. البنت آلاء عملت علامات ترقيم مختلفة للجملة. بتقول إيه آلاء في علامات الترقيم؟ نزلت أومن أوتوماتيكال بأستك، رفضت تستخدم كومة وحطت كولن. يعني إيه كولن؟ نقطتين فوق بعض. قالت أومن وقامت حاطة كولن، يعني إيه كولن؟ نقطتين فوق بعض. وبعدين وزوت هير. الله الله الله، سلام عليك يا بنت يا آلاء. بعد وزوت هير قامت حاطة قومة وقالت مان از ناثينج، مان از ناثينج، وتصبح الجملة أومن ونسكت، وزوت هير ونسكت، وبعدين نقول مان از ناثينج، وتبقى ترجمة الجملة أومن المرأة وزوت هير بدونها، مان از ناثينج الرجل لا يساوي شيئا. عكست الآية وضربت كرس في القلوب في الكلام اللي قاله محمود. يا اختي الحل اللي قاله محمود صح، الحل اللي قالته آلاء صح، انما وضع علامات الترقيم هي اللي ادت الى اختلاف ترجمة الجملة. فالصبيان شايفين ان المرأة بدون رجلها لا تساوي شيء، والبنات شايفة او الاناث شايفة المرأة بدونها الرجل لا يساوي شيئا. ايه رأيكم في باور اوف بانك التويشن؟ ايه رأيكم في باور اوف بانك التويشن، في قوة علامات الترقيم؟ انا وضحت دلوقتي ان احنا بنقول ان الترقيم هو نظام من الرموز في لغة مكتوبة. تعالوا بعد كده نسيب الجزء ده وننتقل الى جزء اخر، وهو the use of capital letters، استخدام الحروف الكابيتال. نتكلم عن the use of capital letters، استخدام الحروف الكابيتال. رقم واحد، حاجات دي انتوا عارفينها فهقولها بسرعة. رقم واحد، الحرف الاول من الكلمة الاولى في الجملة يكتب كابيتال. الحرف الاول من الكلمة الاولى في الجملة يكتب كابيتال. رقم اتنين، اسم الإنسان في أي مكان في الجملة يكتب كابيتال. رقم ثلاثة، الضمير I في أي مكان في الجملة يكتب كابيتال. رقم ثلاثة، الضمير I في أي مكان في الجملة يكتب كابيتال. وزي ما احنا عارفين ان احنا بنحط فول ستوب في نهاية الجملة الخبرية، وبنحط question mark اللي هي علامة استفهام في نهاية السؤال. زي ما انتوا عارفين بنحط فول ستوب او نقطة في نهاية الجملة الخبرية، وبنحط علامة استفهام اللي هي question mark في نهاية السؤال. تعالوا ما نجيب سؤال تطبيقي كده بسرعة. المثال طلع على الشاشة بيقول last week علي and I went to the zoo، الأسبوع الماضي علي وأنا ذهبنا إلى حديقة الحيوان. تعالوا ما نعمل بانكتويشن للجملة دي. كلمة last تعتبر جاية في أول الجملة، يبقى الحرف الأول منها اللي هو حرف ال يكتب كابيتال. ما قلناش حاجة على كلمة وي تنزل اوتوماتيكال بأستك. قابلني كلمة علي اقبر الايه، قابلتني كلمة اند ما قلتش عليها حاجة تنزل اوتوماتيكال بأستك، قابلني الضمير اي مكتوب بسمول لتر دول لا، الضمير اي في اي مكان في الجملة يكتب كابيتال.
كلمه وانت قابلتني ما قلتش عليها حاجه تنزل اوتوماتيكال باستك، تو زازو ما قلتش عليها حاجه تنزل اوتوماتيكال باستك، وفخر الجمله لانها جمله خبريه بحط فول ستوب. طيب ناخد جمله ثانيه. الجمله الثانيه بتقول وات ناشوناليتي ار يو. الجمله الثانيه بتقول وات ناشوناليتي Are you؟ الله الله الله، كلمة وات جاية في أول الجملة، يبقى حرف W يكتب كابيتال. ما قلتش حاجة على ناشوناليتي، ما قلتش حاجة على Are you. أوبا بينزلوا أوتوماتيكال بأستك، ولكن ترجمة الجملة ما جنسيتك، يبقى ده سؤال، يبقى يتحط فخر الجملة علامة استفهام أو question mark. عزيز الطالب، عزيزات الطالبة، ما زلنا نتحدث عن متى نستخدم capital letters، متى نستخدم كلمة letters. أوبا رقم 5 شهور السنة، شهور السنة وأيام الأسبوع، شهور السنة وأيام الأسبوع تبدأ بحرف كابيتال في أي مكان في الجملة. تعال كده إما نجيب أمثلة توضح الآت. نقول تاني شهور السنة وأيام الأسبوع تبدأ بحروف كابيتال، تبدأ بحرف كابيتال في أول الجملة. مثال توضيحي، المثال بيقول It is always hot in August. It is always hot in August. كلمة it جاية في أول الجملة، حرف الـ I يكتب كابيتال. كلمة is تنزل أوتوماتيكال بأستك، ما قلتش عنها حاجة. كذلك always، كذلك hot، كذلك in. الله جالي كلمة August. August ده يعتبر شهر من شهور السنة، لابد وأن يبدأ بكلمة بحرف كابيتال في أي مكان في الجملة، فهخلي الـ if August كابيتال. ناخد مثال نقول آخر The match was last Monday. إزاي جاية في أول الجملة؟ بخلي التي كابيتال، ما قلتش حاجة على match، ما قلتش حاجة على was، ما قلتش حاجة على last. كل دي كلمات تنزل أوتوماتيكال بأستك. قابلني كلمة Monday، ده يوم من أيام الأسبوع، حرف الام بيكتب كابيتال، وفي نهاية الجملة بنضع فول ستوب، وفي نهاية الجملة بنضع فول ستوب. ويبقى ما اعذروني اذا كنت بتكلم بسرعة، انا عارف ان انتوا حافظين الحاجات دي كويس قوي، وعارف ان انتوا هضمنها، بس احنا بنذكر الطلب. عزيز الطالب، عزيزات الطالبة، تعالوا ننتقل إلى نقطة جديدة. النقطة رقم 6 بتقول أسماء القارات، أسماء القارات، أسماء الدول، أسماء المدن، أسماء العواصم تبدأ بحرف كابيتال. أسماء القارات، أسماء الدول، أسماء المدن، أسماء العواصم تبدأ بحرف كابيتال. أدي كلمة أفريكا مبدؤة بحرف سمول، أدي كلمة إيجيبت مبدؤة بحرف سمول، أدي كلمة كايرو مبدؤة بحرف سمول، أدي كلمة أسوان مبدؤة بحرف سمول. الله أفريكا اسم قارة، شيل الإيه السمول حط الإيه الكابيتال. إيجيبت اسم دولة، شيل الإيه السمول وحط الإيه الكابيتال. كايرو شيل السيه السمول وحط السيه الكابيتال. أسوان شيل الإيه السمول وحط الإيه الكابيتال، لأن أسماء القارات وأسماء الدول وأسماء المدن وأسماء العواصم تبدأ بحرف كابيتال. عزيز الطالب، عزيزات الطالبة، ما زلنا نتحدث عن متى نستخدم كابيتال ليترز، ما زلنا نتحدث عن متى نستخدم كابيتال ليترز. الحروف الأولى الرقم 7 بقى، الحروف الأولى من أسماء المؤسسات والهيئات المحلية والهيئات الدولية تكتب كابيتال. على سبيل المثال The United Nation، على سبيل المثال The United Nation. الله الله الله، إذا بكتب حرف T كابيتال، اليو بكتبه كابيتال،
نيشن بكتب ال N كابيتال لأن ده تعتبر اسم هيئة دولية زي United Nations هيئة الأمم المتحدة. ولو كتبت مختصرة بكتب الزا التي فيها كابيتال وبكتب حرف اليو كابيتال وبكتب حرف ال N كابيتال. طب تعالوا ما ناخد كده مؤسسة محلية وليكن the Ministry of Education وليكن the Ministry of Education. التي بتاعت الزا تكتب كابيتال، الام في Ministry تكتب كابيتال، الاي في Education تكتب كابيتال لان دي تعتبر Ministry of Education وزارة التربية والتعليم او وزارة التعليم مؤسسة محلية. رقم 8 الحروف الأولى من أسماء البحار. الحروف الأولى من أسماء البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات والجبال تكتب كابيتال. يبقى names of seas أسماء البحار تكتب كابيتال. يعني لما اجي اقول the red sea، لما اجي اقول the red sea، الله الله الله، لو ازاي جايه في اول الجمله بكتب التي كابيتال، طب لو جايه في وسط الجمله بتتكتب سمول. انما red sea الار كابيتال والاس كابيتال، red sea الار كابيتال والاس كابيتال، تمام. طب نتكلم ذا اتلانتيك اوشن، لو ذا اتلانتيك اوشن جايه في اول الجمله بكتب التي بتاعت الزه كابيتال، ولو جايه في وسط الجمله بكتب التي سمول. انما كلمه اتلانتيك بتبدا بحرف كابيتال وكلمه اوشن بخلي الاو فيها كابيتال. ذا ريفر نايل اللي هي اسماء الانهار، التي لو جاية في أول الجملة كابيتال، لو جاية إزاي في وسط الجملة سمول. إنما ريفر نايل الاثنين كابيتال، الار كابيتال ونايل كابيتال. ليك ناصر اللي بتتكتب كابيتال وناصر كابيتال. ماونت إيفرست الام في ماونت كابيتال وإيفرست الاي كابيتال. كل دي نفهم من كده إن أسماء البحار وأسماء المحيطات وأسماء الأنهار وأسماء البحيرات وأسماء الجبال بتكتب كابيتال في أي مكان في الجملة. طب لو عندي كلمة بحر اللي هو سي، لو عندي كلمة أوشن اللي هي محيط، لو عندي كلمة ريفر اللي هي نهر، لو عندي كلمة ليك اللي هي بحيرة، لو عندي كلمة ماونت اللي هي جبل، بدون ذكر الاسم الجبل أو اسم البحر أو اسم المحيط أو اسم النهر بتكتب بسمول لتر لو كانت جاية في وسط الجملة. عزيز الطالب، عزيزة الطالبة، تعالوا ننتقل إلى نقطة جديدة. The word God اللي هو لفظ الجلالة. The word God and the pronoun that stands for it. The word God and the pronoun that stands for it. لفظ الجلالة والضمير الذي ينوب عنه يبدأان بحرف كابيتال. لفظ الجلالة والضمير الذي ينوب عنه يبدأان بحروف كابيتال سواء في أول الجملة أو في وسط الجملة. تعالوا ما نشوف المثال اللي طالع على الشاشة ده، بيقول We pray to God and please him، نصلي لله ونرضي. والدبليو هتتكتب كابيتال لانها جايه في اول الجمله، بري هتنزل زي ما هي اوتوماتيكال باستك لاني ما قلتش حاجه عنها، كلمه تو تنزل اوتوماتيكال باستك، كلمه جد لفظ الجلاله لازم يبدا بكابيتال جي and تنزل اوتوماتيكال باستك. يبقى كلمه جد اللي هو لفظ الجلاله بيبدا بكابيتال جي and تنزل اوتوماتيكال باستك، بليز تنزل اوتوماتيكال باستك، اوبا
قابلني الضمير هم بينوب عن لفظ الجلالة، لابد وأن يبدأ بكابيتال لتر وفي آخر الجملة، يعني خلي الاتش في هم كابيتال وفي آخر الجملة بحط نقطة أو فول ستوب. عزيز الطالب، عزيزات الطالبة، أسماء الكتب المقدسة، عزيز الطالب، عزيزات الطالبة، أسماء الكتب المقدسة، تبدأ بحرف كابيتال، titles of heavenly books، titles of heavenly books، أسماء الكتب المقدسة، titles of heavenly books، أسماء الكتب السماوية، the Quran، the capital Quran، الكيو كابيتال اللي هو القرآن الكريم، the gospel اللي هو الإنجيل، the T capital و gospel capital G الإنجيل، the Bible برضو الإنجيل، the T capital will be برضو كابيتال اللي هو الإنجيل، ذا توراه التوراة، ذا توراه اللي هي التوراة، الاثنين الزاء كابيتال والتي بتاع التوراة كابيتال، ذا أولد تيستمنت، ذا أولد تيستمنت العهد القديم، كل دي كتب سماوية بتبدأ بكلمة بكابيتال إيه لتر. هنخش على النقطة رقم 11 عزيز الطالب، عزيزات الطالبة، النقطة رقم 11 بنقول اللقب المتبوع باسم، اللقب المتبوع باسم، كل منهما يبدأ بحرف كابيتال، زي لو جيت قلت بريزيدنت سيسي، بريزيدنت سيسي، يبقى رئيس الجمهورية السيسي، بخلي البي كابيتال وبخلي السيسي اللي هو اسم الانسان كابيتال. كينج فهد، الكي تتكتب كابيتال وفهد تتكتب كابيتال. برانسيس فلافيا، بخلي البي كابيتال وبخلي الاسم بتاع فلافيا كابيتال، يبقى اللقب المتبوع باسم، كل منهما يبدأ بحرف كابيتال. نخش على رقم 12، أسماء اللغات والجنسيات تبدأ بحرف كابيتال، أسماء اللغات والجنسيات تبدأ بحروف كابيتال. I study Arabic and English، I study Arabic and English، الضمير I في أي مكان بيكتب كابيتال نزلته كابيتال. استدي أوبا تنزل أوتوماتيكال بأستك، عربيك ده اسم لغة، الإيه تكتب كابيتال، أند تنزل أوتوماتيكال بأستك، إنجليش ده اسم لغة، حرف الإي كابيتال، وفخر الجملة بحط فول ستوب. علي إز إيجيبشن، الله الله الله، علي ده اسم انسان وجاي في اول الجملة، يعني كده كده حرف الايه هيتكتب كابيتال، اما كلمة از تنزل اوتوماتيكال باستك، كلمة ايجيبشن هبدأها بحرف الاي كابيتال لانها تعتبر جنسيات، ايجيبشن مصري اكتب الاي كابيتال، سيريان سوري اكتب الاس كابيتال وخلاف، وبعدين بحط فخر الجملة نقطة مع الجنسيات. العزيز الطالب، عزيزات الطالبة، تعالوا ما نتكلم عن الابريفيشن، اوبا اوبا اوبا، في الابريفيشن اللي هي في الاختصارات، في الابريفيشن اللي هي في الاختصارات نستخدم كابيتال ليترز، نستخدم كابيتال ليترز، زي USA، USA ازاي اتكتبت كابيتال وحرف اليو كابيتال وحرف الاس كابيتال وحرف الاي
كابيتال زي يو اس اي اختصار لكلمه ذا يونايتد ستيتس اوف امريكا، اختصار لذا يونايتد ستيتس اوف امريكا، وبكتب فيها الذا كابيتال وبكتب حرف اليو كابيتال وبكتب ستيتس الاس كابيتال وبكتب امريكا الاي كابيتال. عندي كلمه اي تي اختصار لكلمه انفورميشن تكنولوجي، الاي لابد وان تكتب كابيتال والتي لابد وان تكتب كابيتال. طب لو الجمله على بعضها انفورميشن تكنولوجي والانفورميشن تبدا بكابيتال لتر والتكنولوجي تبدا بكلمه لتر. عندي كلمه سي دي بكتب السي كابيتال والدي كابيتال، وانتوا عارفين السي دي او السي دي هاية. كلمة مستر الام كابيتال ورا الار نقطة، كلمة دكتور الدي كابيتال ورا الار نقطة. نخش على اسماء الصحف والمجلات، اسماء الصحف والمجلات والروايات تبدأ بحروف كابيتال، اسماء الصحف والمجلات والروايات تبدأ بحروف كابيتال. الأهرام، تعالوا كده اما نشوف الأهرام بتتكتب ازاي. بكتب حرف الايه كابيتال وبعد حرف الايه اللي ينزل عادي بحط شرطة صغيرة وبعدين الأهرام ببدأها بحرف كابيتال. The Prisoner of Zenda ده اسم قصة، ببدأ ازاي بحرف كابيتال. بريزونر ببدأ البي كابيتال، اوف تنزل عادي، زندة بكبر حرف الزد. ما زلنا بنتحدث في البنكتويشن، وعاوز اقول the symbols used in punctuations، the symbols used in the symbols used in punctuation، الرموز المستخدمة في علامات الترقيم called تسمى punctuation marks، the symbols used in punctuation الرموز المستخدمة في الترقيم called punctuation marks تسمى علامات الترقيم. طيب السؤال المطروح ما هي علامات الترقيم؟ السؤال المطروح ما هي علامات الترقيم؟ البنكتويشن ماركس ار، علامات الترقيم هي البنكتويشن ماركس ار، علامات الترقيم هي رقم واحد فول ستوب وبتساوي لي كلمة period، فول ستوب وبتساوي لي كلمة period والرمز بتاعها نقطة. رقم اتنين question mark اللي هي علامة الاستفهام، question mark اللي هي علامة الاستفهام، exclamation mark اللي هي علامة التعجب، الكولن اللي هي النقطتين اللي فوق بعض. رقم أربعة الكولن اللي هي النقطتين فوق بعض. رقم خمسة semicolon اللي هي الفصلة المنقوطة، يعني الفصلة اللي فوقيها نقطة. الكومة اللي هي الفصلة الصغيرة اللي هي الفصلة السفلى. أبوستروفي، وفي ناس بتنطقها أبوستروف ولكن النطق الصح أبوستروفي، الفصلة العليا، أبوستروفي الفصلة العليا. عندي رقم 8 الهايفن اللي هي الشرطة، عندي رقم 8 الهايفن اللي هي الشرطة. عندي رقم 9 كوتيشن ماركس اللي هي علامات الترقيم. يمكن في اول حاجة قلتها في علامات الترقيم قلت عندي الفول ستوب وبتسوي لي كلمة بيريود، وممكن يجي لي في النقطة دي سؤال في قلب الامتحان يقول لي فول ستوبس ار كولد نقط، فول ستوبس ار كولد نقط، الفول ستوبس ار كولد نقط، هنحط ايه؟ هنحط كلمة periods. تعالوا كده اما نمسك الفول ستوب
او البيريود ونتكلم عنها. تعالوا كده لما نمسك اول علامة ترقيم الفولستوب او البيريود ونتكلم عنها. بنقول comes الفولستوب او البيريود comes at the end of a statement or an order، تأتي في نهاية الجملة الخبرية او الامر. بتجيلي في الامتحان كده، وممكن تجيلي بطريقة تانية، الفول ستوب والبيريود comes at the end of، تأتي في نهاية. خد بالك من الحتة اللي هقولها دي، مش عاوزك تتخط، خد بالك من الحتة اللي هقولها دي، خدي بالك برضو من الحتة اللي هقولها دي. comes at the end of declarative sentence، comes at the end of declarative sentence، تأتي في نهاية الجملة التقريرية، تأتي في نهاية الجملة التقريرية. declarative sentence اللي هي الستيتمنت، اللي هي الستيتمنت. يجيبها لي في الامتحان ستيتمنت اخد فول ستوب، يجيبها لي declarative sentence احط فول ستوب. رقم اثنين، comes at the end of imperative sentence، comes at the end of imperative sentence، تأتي في نهاية الجملة الحتمية. الجملة الحتمية اللي هي الأوردر الأمر، يبقى الفول ستوب بتأتي في نهاية الجملة الخبرية صح، بتأتي في نهاية الجملة الأمر صح، تأتي في نهاية الديكليراتيف سينتنس الجملة التقريرية صح، تأتي في نهاية الامبيراتيف سينتنس الجملة الحتمية صح. نجيب مثال توضيحي، I study economics، I study economics. الله الله الله، دي جملة ايه يا ولاد؟ دي جملة تقريرية، يعني جملة خبرية، لابد وحط هنا في نهاية الجملة فول ستوب اللي هي الديكليراتيف سينتنس، لان الجملة ديكليراتيف ايه سينتنس. It rains tomorrow، الدنيا هتنطر بكرة. Bring your coat، احضر البلطو بتاعك. الله الله الله، bring your coat يا ولاد تعتبر ايه؟ imperative sentence، يعني جملة أمرية، يعني بتنتهي ببيريود أو فلسطوب. don't waste your time، لا تضيع وقتك. الله، دي imperative sentence نحط في، أو جملة أمرية أو جملة حتمية نحط في آخرها فلسطوب. هنسيبنا من الجزء ده في الفولستوب، وتعالوا نتكلم على الفولستوب في حاجة تانية. أفولستوب أو أبيريود، أفولستوب أو أبيريود sometimes comes after the abbreviation، sometimes comes after the abbreviation، تأتي النقطة أحيانا بعد بعض الاختصارات، تأتي النقطة أحيانا بعد بعض الاختصارات، مثل تليفون نمبر. طب تليفون نمبر لو كتبتها مختصرة هتكتب بهذه الطريقة TEL وبعدين فول ستوب، وكلمة نمبر لما بكتبها مختصرة بعمل N وراها O وبعدين فول ستوب. الله الله الله، يبقى لما كتبت تليفون نمبر مختصرة حطيت النقطة بعد كلمة تل، وحطيت النقطة بعد كلمة بعد الـ NO. على فكرة يا ولاد، شهور السنة إذا كتبت بالصورة مختصرة بحط وراها نقطة، يعني جانيوري بختصرها وبخليها جان وبحط وراها فول ستوب، فبراير بختصرها بخليها فيب وحط وراها فول ستوب، سبتمبر بكتبها اس بي تي وبحط وراها نقطة اللي هي فول ستوب. الله الله الله، ايام الاسبوع لو كتبتها مختصرة بحط وراها نقطة، ساندي كتبتها سن وحطيت وراها نقطة، ماندي كتبتها من وحطيت وراها نقطة، ادي ايام الاسبوع. كلمة بيج اللي هي صفحة، كلمة بيج اللي هي صفحة
بختصرها بحرف البيه التقيلة وبكتبها كابيتال وراها نقطة. كلمة مستر بحط وراها نقطة. كلمة دكتور بحط وراها نقطة. كلمة مستر بحط وراها نقطة. كلمة ميسز بحط وراها نقطة. اصحى وبص وشو وتعال. كلمة أفولوستوب بتسوي لي كلمة بيريود. خد بالك من المعلومة دي. أفولوستوب بتسوي لي كلمة بيريود. وممكن تجيل فيها سؤال في الامتحان. نقط نقط is a dot at the end of a sentence. ايه اللي بتكون نقطة؟ دوت بمعنى نقطة. ايه اللي بتكون دوت نقطة؟ at the end of the sentence بتيجي في نهاية الجملة. indicating بتشير اني. indicating that بتشير اني the sentence is complete. ايه اللي بتيجي في نهاية الجملة وتشير ان الجملة كاملة؟ يا اخويا ان كتبت فولستوب صح، ان كتبت بيريود ايه صح. بعد كده سوف أنتقل إلى نقطة أخرى أو إلى علامة ترقيم أخرى اللي هي الكويشن مارك، اللي هي الكويشن مارك. تعالوا كده إما نشوف علامة الاستفهام. الله الله الله، علامة الاستفهام comes at the end of the question. comes at the end قصدي of a question. comes at the end of a question تأتي في نهاية السؤال. على سبيل المثال what nationality are you، ده سؤال أحط في آخره question mark، أحط في آخره question mark. برضو a question mark comes at the end of a question tag. comes at the end of a question tag تأتي في نهاية السؤال إزاي؟ فاكرين يعني ايه السؤال الزيلي؟ السؤال اللي انا بترجمه اليس كذلك. تعالوا كده اما نجيب مثال توضيحي بسرعة. زيارك ليفر بويز، زيارك ليفر بويز كما ارنت زي، ارنت زي يعني ايه كلمة ارنت زي؟ اليس كذلك. ارنت زي اليس كذلك. الله الله الله، وطالما أرنت زي وطالما معناها أليس كذلك، أوبا أحط في نهاية الجملة علامة استفهام. After words I am going to move to another thing and I think that this thing is very important. Try to understand what I say and at the same time try to apply what I mean. I am going to explain to you an exclamation mark. هبدأ أكلم معاكم عن الإكسكلاميشن مارك، ودي تعتبر علامة جديدة من البنكتويشن مارك. يعني إيه الإكسكلاميشن مارك؟ يعني علامة التعجب، يعني علامة التعجب. علامة التعجب يا أولاد comes at the end of the sentence. comes at the end of a sentence تأتي في نهاية الجملة. to express لكي تعبر عن strong feelings. يعني ايه كلمة strong feelings؟ لكي تعبر عن المشاعر القوية، لكي تعبر عن السربرايز، لكي تعبر عن الشك الصدمة. الله الله الله، يبقى الإكسكلاميشن مارك comes at the end of a sentence تأتي في نهاية الجملة. to express strong feelings المشاعر القوية. surprise الدهشة أو المفاجأة. or shock أو الصدمة. مثال توضيحي you answered all the exams، أنت جاوبت على كل الامتحان. alone بمفردك بتعجب وانا بقول you answered all the exam alone، انت جاوبت على كل الامتحان بمفردك. انهي الجملة بإكسكلاميشن مارك اللي هي الواحد اللي تحتي نقطة. هنتقل الى خاصية اخرى من خصائص إكسكلاميشن مارك. الإكسكلاميشن مارك comes at the end of a sentence to express تأتي في نهاية الجملة لتعبر عن love الحب، fear الخوف،
أنجر الغضب. يبقى الإكسكلاميشن مارك تأتي في نهاية الجملة لتعبر عن love, fear, anger, لتعبر عن الحب والخوف والغضب. خد بالك من المثال ده, I love you, أنا أحبك, أنت لا تعرف كم أحبك. وأنا بنطق كلمة I love you بقولها وفي تعجب, مش عارف أنا بحب الودة ليه, مش عارف أنا بحب البيت ليه, بقول I love you. فبكتب الكلمة وبكتب في آخرها علامة تعجب. If you come to work late, if you come to work late, لو أتيت إلى العمل متأخرا, you are fired, انت مرفوض. هنا في غضب, يبقى بحط فخر الجملة exclamation mark. What a frightening film, يا له من فيلم مخيف. هنا بحط جملة فيها تعبير عن الخوف, يبقى بنهيها بالexclamation mark. عزيز الطالب, عزيزات الطالبة, ما زلنا بنتحدث في الإكسكلاميشن مارك اللي هي علامة التعجب. الإكسكلاميشن مارك comes at the end of a sentence, تأتي في نهاية الجملة with certain expression. علامة التعجب بتأتي في نهاية الجملة with certain expressions, مع تعبيرات معينة. كلمة what, خد بالك من كلمة what. في طالب أول ما يشوف what في الجملة يحط فخر الجملة علامة استفهام, له اصحى اصحى, مش كل وقت تشوفها تحط علامة استفهام فخر الجملة. كلمة وقت لو جه وراها كلمة أو جه وراها كلمة آن, بمعنى يا له أو يا لها. يبقى كلمة وقت لو جه وراها أو جه وراها آن, بمعنى يا له أو يا لها. يبقى هنا دي في وط التعجبية, يبقى فخر الجملة علامة تعجب. يعني لما بقول إيه, What a liar, يا لك من كذاب, علامة تعجب. What a lovely girl, يا لها من فتاة جميلة, دي هنا علامة تعجب. What a day, يا له من يوم جميل. What an exciting lesson, What an exciting lesson, يا له من درس مثير. الله الله الله, ما زلنا بنتحدث, قلنا وقت لو جه وراها او ان, يبقى هنا دي وقت التعجب. كلمه هاو اللي انتوا بترجموها كيف, اصحى وبص وشوف وتعلم. كلمه هاو لو جه وراها ادجكتيف, كلمه هاو لو جه وراها ادجكتيف يعني لو جه وراها صفه, يبقى كم هو. هاو انترستينج, كم هو شيق. هاو انتليجنت, كم هو ذكي. هاو ثوتفول اوف يو, كم انت مراعي لشعور الاخرين. كلام جميل وكلام معقول, ما اقدرش اقول حاجه عنه. بعد كده برضو ما زلنا بنتحدث عن الاكسكلاميشن مارك, وهناخدها المره دي تأتي الإكسكلاميشن مارك مع التحذيرات. تحذيرات ازاي يا مستر؟ اقول تيك كير, احذر, وراها علامة التعجب. بي كيرفول, كن حريصا, وراها علامة التعجب. لوك اوت, احترس, وحط وراها علامة التعجب. يبقى فعلا الإكسكلاميشن مارك تأتي مع الورنينجز اللي هي التحذيرات. الإكسكلاميشن ماركس comes after certain expression, تأتي بعد تعبيرات معينة, such as have a nice time. يبقى الإكسكلاميشن مارك تأتي بعد تعبيرات معينة مثل have a nice time, أتمنى لك وقت لطيف. How on earth is that, how on earth is that, يا له من شيء غريب على الأرض. هاو وجاي وراها قام, هاو وجاي وراها قام, ودي ترجمتها كيف يمكن حدوث هذا. طب تعالوا ما نجيب مثال توضيحي على كلمة هاو قام. He doesn't have much money, هو لديه, He doesn't have much money, هو ليس لديه الكثير من المال. هاو قام, He has a new iPhone, كيف يمكن له امتلاك
جهاز ايفون جديد. وبعد في نهاية الجملة احط اكسكلاميشن مارك عشان كلمة هوقم بيأتي بعدها علامة تعجب. الاكسكلاميشن مارك يا اولاد برضو comes after surprise expression، تأتي بعد تعبيرات الدهشة. يعني اقول اوه ماي جاد، فبكتب اوه واحط وراها كومة، وماي جاد بعدها احط اكسكلاميشن مارك اوه وبحط وراها كومة ونو، وبعد النو احط اكسكلاميشن مارك واو. كلام جميل وكلام معقول. نسيبنا من الجزء ده وبرضو بنضيف اضافات للاكسكلاميشن مارك. الاكسكلاميشن مارك تأتي مع تعبيرات الحسرة والندم، تأتي الاكسكلاميشن مارك مع تعبيرات الحسرة والندم. وطبتي وأسفا، وطبتي وأسفا، ألاس يا حسرتا، وطبتي وأسفا، يأتي بعدها كويشن مارك، ألاس يا حسرتا أو يا شردا، بيأتي بعدها كويشن مارك. كلمة أوتش بيأتي بعدها قصدي علامة تعجب، يبقى وطبتي بيجي بعدها اكسكلاميشن مارك، ألاس بيجي بعدها اكسكلاميشن مارك، أوتش بيجي وراها اكسكلاميشن مارك، يعني علامة تعجب. الاكسكلاميشن مارك بتأتي بعد كلمات معينة، بتيجي بعد بعض الكلمات زي كلمة هيلب، النجدة النجدة، هيلب هيلب، النجدة النجدة، يتحط وراها علامة تعجب. هاي هاي محمود، بيجي وراها هاي علامة تعجب. هلو هلو ألاء، بعد هلو يجي علامة تعجب. لوك انظر، بيأتي بعدها علامة تعجب. لسن انصت، بيأتي بعديها علامة تعجب. برضو يا أولاد الاكسكلاميشن مارك تستخدم مع تعبيرات المزاح والسخرية. الاكسكلاميشن مارك بتأتي مع تعبيرات المزاح والسخرية. ها 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 ها، بعد كلمة ها 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 بحط اكسكلاميشن مارك. الاكسكلاميشن مارك يا أولاد برضو بتأتي مع تعبيرات الأمر من قبل السلطة. استوب وحط وراها علامة تعجب. بوليس، تأتي مع تعبيرات الأمر من قبل السلطة. استوب أحط وراها علامة تعجب. بوليس، توقف، إحنا البوليس، توقف، إحنا الشرطة. هسيبني من الاكسكلاميشن مارك واللي هي علامة التعجب، وهاخد الهايفن، ودي آخر حاجة هناخدها النهاردة في علامات الترقيب، وهيبقى لينا جزء آخر، وهيبقى لينا جزء آخر. الهايفن، الهايفن اللي هي الشرطة، is used to join two words together، is used to join two words together، تستخدم لربط كلمتين معا. على سبيل المثال will built، احط will واحط built وفي وسطهم هايفن، وفي وسطهم هايفن. يعني ايه هايفن؟ يعني شرطة. will educated، متعلم تعليم جيد، will educated، احطهم واحط في وسطهم هايفن. يعني ايه هايفن؟ شرطة. اتو اور بريك، احط اتو وبعدين هايفن وبعدين اور بريك، وتبقى راحة لمدة ساعتين. الهايفن يا ولاد is used with compound words، بتستخدم مع الكلمات المركبة زي sister in law، احط كلمة بين كلمة in، احط قبل كلمة in hyphen واحط بعد كلمة in hyphen، يبقى in بتبقى واقعة بين two hyphens، بيأتي قبلها hyphen وبعدها hyphen. sister in law اللي هو زوجة الاخ، mother in law بحط mother وبعدين احط in واحط قبلها hyphen واحط بعدها hyphen واحط له. mother in law اللي هي حماتي،
father in law اللي هو حماية، وبحط ال n قبلها هايفن وبعديها هايفن، وبعدين آخر كلمة a 5-year-old child طفل عمره عام، أحط قبل كلمة year هايفن وبعد كلمة year هايفن. تعالوا ما ناخد بعض الأسئلة التطبيقية اللي هو على الجزء اللي احنا شرحناه. السؤال الأولاني بيقول punctuation is a system of symbol that we use in not language. الترقيم هو نظام الرموز الذي نستخدمه not language في اللغة الايه؟ spoken المنطوقة، heard المسموعة، written المكتوبة. الله الله الله، سلام عليك يا واد يا عبد الله. عبد الله قال لي في اللغة المكتوبة. ذا السؤال رقم 2، هنختار كلمة written. عبد الله اختار written. رقم 2، the symbol used in punctuation، الرموز المستخدمة في البنكتويشن called تسمى punctual ولا punctuality ولا punctuation mark. السلام عليك يا ودي يا محمود، محمود يا ابو حنفي يا محمود، طبل لي ونرقص على العود. محمود قال الرموز المستخدمة في الترقيم تسمى punctuation marks. الله الله الله، واخترنا punctuation. سؤال رقم 3، full stops are called، full stops are called النقط تسمى dates تواريخ، ending نهايات، periods نقاط. الله الله، سلام عليك يا ميدو يلي مفيش تقليده. الواد ميدو قال الجملة فيها كلمة full stops، والfull stops بتسوي كلمة periods، فطنش dates، نسي صلب على ending، اختار كلمة periods. السؤال رقم 8، نقط A أو N وبعدين نقط، A أو N وبعدين نقط، is a dot بتكون نقطة at the end of a sentence في نهاية الجملة، indicating بتشير أن the sentence is complete، إن الجملة كاملة. إيه اللي بتيجي في نهاية الجملة بتشير إن الجملة كاملة؟ يا ترى يا هل ترى ال question mark، يا ترى يا هل ترى ال exclamation mark، يا ترى يا هل ترى ال full stop. ال full stop، برافو عليك، برافو عليك يا بهلول يا ملك الحلول. بهلول شايف ان الفول ستوب بتأتي في نهاية الجملة وبتشير الى ان معنى الجملة كامل. السؤال بعد كده بيقول النقط comes at the end of the question tag، ايه اللي بيجي في نهاية السؤال الزيلي؟ يا ترى يا هل ترى الدوت، يا ترى يا هل ترى البيريود، يا ترى يا هل ترى الكويشن مارك، اللي بيجي في نهاية السؤال الزيلي اوبا 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 الكويشن مارك. السؤال اللي بعد كده اه او ان نقط، ايه اللي بيجي comes at the end of a sentence، ايه اللي بيجي في نهاية الجملة to express لكي يعبر عن strong feelings المشاعر القوية، surprise الدهشة or a shock، ايه اللي بيجي في نهاية الجملة بيعبر عن المشاعر القوية والدهشة والمفاجأة والصدمة؟ يا ترى الفول ستوب، يا ترى الاكسكلاميشن مارك، يا ترى الكويشن مارك. سلام عليك يا محمود يا مقرب. محمود بيقول لي هنختار الاكسكلاميشن مارك، علامة التعجب هي اللي بتعبر عن المشاعر القوية والدهشة والمفاجأة والصدمة. سؤال كمان بيقول اه او ان comes at the end of the declarative sentence، ايه اللي بيجي في نهاية الديكليراتيف sentence؟ يا سلام يا سلام، محمود بيقول لي ايه يا ولاد ديكليراتيف sentence يا مستر، سامعك يا حودة، بيقول لي الديكليراتيف sentence اللي هي الجملة التقريرية. طب يعني يا محمود الجملة التقريرية؟ قال لي الجملة الخبرية. طب ايه اللي بيجي في نهاية الجملة التقريرية؟ الاكسكلاميشن مارك ولا الكويشن مارك؟ محمود حرقها لنا وقال الفول ستوب هي اللي بتيجي في نهايه الديكليراتيف سنتنس. يا ترى يا هل ترى اه او ان
comes at the end of a question. ايه اللي بيجي في نهاية السؤال؟ الفول ستوب ولا الكويشن مارك ولا الاكسكلاميشن؟ البنت آلاء قالت الكويشن مارك. الاه او الان نقط نقط is used تستخدم. ايه اللي بتستخدم؟ to join two words together لكي تربط كلمتين معا such as will شرطة built. يا ترى يا هل ترى هناخد full stop ولا hyphen ولا question mark؟ هنختار كلمة ايه؟ سلام عليك يا شريف، سلام عليك يا ودي يا لطيف، كم انت مخيف. شريف قالها نختار الهايفن. الشرطة هي اللي بتستخدم في ربط كلمتين معا زي كلمة will build. السؤال بعد كده او ان. ايه comes at the end of a sentence بيأتي في نهاية الجملة to express لكي يعبر عن love fear and anger، يعبر عن الحب والخوف والغضب. يا ترى يا هل ترى هناخد full stop ولا ناخد هايفن ولا exclamation mark؟ الواد محمود ابو حنفي قال لي الاكسكلاميشن مارك هي اللي بتعبر عن الحب والخوف والايه والغضب. السؤال اللي بعد كده ده اه او ان نقط comes at the end of imperative sentence. ايه اللي بيجي في نهاية الجملة الحتمية؟ الجملة الحتمية يعني الجملة الأمرية. نختار full stop ولا نختار hyphen ولا نختار exclamation mark؟ أوبا أوبا أوبا، سلام عليك يا بنت يا آلاء. آلاء قالت هنختار full stop. نقط نقط. السؤال بعد كده نقط نقط comes at the end of a statement. ايه اللي بيجي في نهاية الستيتمنت، الجملة الخبرية or an order او الامر؟ هنختار الفول ستوب. اللي بيجي في نهاية الجملة الخبرية او الامر طبعا الفول ستوب ولا الهايفن ولا الاكسكلاميشن مارك. هنختار كلمة فول ستوب اللي هي النقطة، مش ممكن تكون الهايفن اللي هي الشرطة، مش ممكن تكون الاكسكلاميشن مارك علامة التعجب. وبالسؤال ده أعزائي طلبة وطالبات الثانوية قد أكون قد انتهيت من حلقة اليوم. وقبل أن أنهي هذه الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمقص في الأرض. That is enough for you today with my best wishes, more and more success till we meet. I wish you the best of luck, Mr. Ashraf Morsi.